بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسي فريد وخيار اللي هو مندوب التعاون الوطني إقليم دريوش، بكل صراحة وشهادة حق إنسان عملي، إنسان ديال الميدان، إنسان اللي فعلا مارس سياسة القرب والتقط الإشارات ديال سيدنا الله ينصره، انسان ماشي ديال المكتب. انا دائما في الترافع ديالي كنقول القطاعات الوزاريه عطاتها الدوله الامكانيات، عطاتها سيارات، عطاتها اللوجيستيك، ماشي باش تجلس في المكاتب، بل باش تهبط للشارع، تستمع لنبض الشارع، تسمع المشاكل ديال الناس، تعرف الانتظارات ديالهم، تعيش الشجون ديالهم وتستجب لهم. هنا كنشوف كقطع يعني دار المهام ديالو على احسن وجه. السي فريد الخيار ما كانش مندوب كيدير غير المهام ديالو، بقدر كان كيساعد حتى الجمعيات المبتدئه في الباباس، يعني في الوثائق كيفاش يأسسوا جمعيات، كيفاش يكتبوا محاضر، وقف مع الجمعيات المبتدئة، وقف أيضا على الجمعيات اللي عندها رصيد واللي ركبت واحد تجربة ميدانية في الدعم. يعني يكفيك أنك مع الوزارة ديال التضامن كان الإقليم دريوش هو الإقليم اللي حصل على أكبر عدد ممكن ديال المشاريع اللي حظوا بالمصادقة. يعني باش ما نطولش عليك، يعني السي فريد الخيار ولا صديق ديال الجميع الجمعيات بشهادة الجميع، والإنسان اللي كيهبط للميدان ويدير الاتصالات ديالو واللي يجيب المشاريع. وما كيكفيش أنه يجيب المشاريع، كتحس بهم اللي كيجيب لك مشروع بحال اللي جابوا راسو، كيفرح هو كيشوف ديك الخدمات ديالو كتوصل الساكنة. يعني بكل صراحة عشنا مع هذه الفترة ديال 6 سنوات، الفترة ديال العمل، الفترة ديال الجدية، والفترة ديال الميدان. وإلا كنا كنهضروا في الباباس ولا كنقراو على سياسة القرب، كيبقى السي فريد مارس سياسة القرب من المواطن أحسن ممارسة. كنشكروه، أكيد أنه ما غاديش نسخاو به بهاد العبارة، ولكن يعني المصلحة العامة، مصلحة الوطن فوق أي مشاعر وفوق أي إرادة. ونتمنى له إن شاء الله الرحمن الرحيم التوفيق في المسيرة ديالو، وكيستحق كل الشكر والتقدير والثناء. شكرا أخ حسن على هذه الالتفاتة اللي درو، أقل ما يمكن نديرو في حق سي فريد الخيار. شكرا. السيد المندوب الإقليمي فريد الخيار، هذا الاسم اللي كيتذكر، كنظن حتى المواطن العادي في الدرويش إلا تذكر هذا الاسم غادي يقول لك بلي هو مندوب الإقليمي للتعاون الوطني. الشخص اللي تواصل مع المواطن سواء جمعوي ولا مواطن عادي، الشخص اللي كيشتغل في الميدان أكثر ما كيشتغل في البيرو ديالو، حاضر وبكل قوة، شخص خادم جدا، معطاء جدا. كنتمنى ان باقي القطاعات كطاقه الاشاره وتخدم بطريقه ذكيه التي اشتغل بها مندوب الاقليم للتعاون الوطني فريد الخيار. الصراحه ولاول مره كنحس بلي ان المكان ديال السيد المندوب الاقليمي فريد الخيار غادي يخلي واحد الطغره، واحد الفراغ، لانه كان شخص عنده احتكاك دائم مع الجمعيات. شخص ما كانش بعيد علينا، راه كاين قطاعات اللي تحولوا اللي تنقلوا، ما عرفناهمش فوقاش تحولوا، فوقاش تنقلوا، فوقاش مشاو، شكون اللي جا عوضهم، ما عرفناش التوقيت فوقاش مشاو. ولكن السيد فريد الخيار الانتقال ديالو هزنا، لان حضوره دائم في الوثائق، حضوره كاين في المشاريع، حضوره باين في وسط البنيتات ديالنا اللي كيسول عليهم باستمرار، ديال مؤسسات الرعايه الاجتماعيه اللي عنده واحد الالمام واهتمام بهم دقيق جدا، خاصه في النقط ديالهم ولا التتبع ديالهم ولا جميع المسار ديالهم.
كنتمنى انه كنتمنى له اولا هو مسيره موفقه حقا. ما غاديش نكونوا ما كرهناش انه يزيد معنا ويبقى معنا كقطاع، لانه صافي ولفنا الخدمه معاه، ولكن كنتمنى له مسيره موفقه، لان هذه هي سنه يمكن ماشي سنه الحياه، سنه الحياه الاداريه ديالهم، سنه السلالم ديالهم. ولكن كنتمنى الخلف يكون مزيان وينهج نفس النهج ونفس الطريق الذي سلكه السيد المندوب الاقليمي فريد الخيار. اشكره بحراره السيد المندوب الاقليمي فريد الخيار على الدعم ديالو المتواصل المؤسسات ديالنا، سواء دار الطالبة أو جمعية بناء، على العطاء ديالو وعلى التواصل ديالو الدائم، على التواصل ديالو الإيجابي للشخص، سواء جاء عندك ولا مشيتي دقيتي عليه الباب كتلقاه كيحل لك الباب وكيوقف لك على أدق التفاصيل. الشخص الذي حتى إلا مكانش يمكن عنده وقت يوفر لك الوقت من أجل أنه يقدم لك خدمة. كنشكره جزيلا وكنتمنى له مسيره موفقه. السلام عليكم. كنشكر السي حسن بلال مدير موقع ديال دريوش اليوم على المجهودات اللي كيقوم بها لتنوير الراي العام. السي حسن دار واحد ريبورتاج على اساس نتكلموا على واحد الشخص اللي هو موظف من الموظفين اللي صراحه هي خساره للنسيج الجمعوي ديال إقليم دريوش، موظف ديال نموذج ديال النزاهة والكفاءة، استطاع من خلال يعني الوجود ديالو في مدة 6 سنين يعني يشجع، يعني تأسس مجموعة من الجمعيات وساعد مجموعة من التعاونيات على التأسيس، وكذلك أن مجموعة من دور ديال المرأة ودور الطالبة أنهم يعني تحلوا بعد ما كانوا مسدودين. صراحة كان كيبذل جميع المجهودات يعني لا معنويا، واستطاع انه يجلب مجموعه من الاموال من الوزاره المكلفه بالتضامن والاسره والتنميه الاجتماعيه لفائده الجمعيات ديال الاقليم والتعاونيات. وصراحه انا من بين الجمعيات اللي استفدنا من هذا الشخص هذا جمعيه التعاون للتنميه الاجتماعيه، الجمعيه اللي كان عندنا واحد اتفاقيه الشراكه على مستوى المراكز، كنسقوا مع مستوى المراكز ديال التربيه والتكوين خياطة، واستطعنا أننا نعطيو دبلومات حنايا بالتنسيق مع المندوبية التعاون الوطني وبتشجيع من السيد فريد الخيار، هو اللي شجعنا أننا نديرو شعاب ديال الحلاقة ودرنا شعاب ديال الخياطة، وبزاف ديال الشباب اللي استفدوا من هاد البرامج هذا ديال الخياطة وهذاك كذلك من بالمساعدة ديال السي فريد. وكنتمناو له التوفيق في العمل ديالو الجديد، وهنيئا للساكنه وهنيئا للنسيج الجمعوي ديال اقليم توريرت على هذا الشخص النزيه، الشخص اللي كيتوفر على واحد الكفاءه وغادي يساعدهم في تاسيس الجمعيات، يساعدهم في مسائل اللي كتهم العمل الجمعوي العمل الخيري. وتحيه مجدده للسي حسن، تحيه للسي فريد الخيار اللي صراحه ما سخيناش به حنا كفاعلين جمعويين، ما سخيناش به حنا كمجتمع مدني على الصعيد، وكان صراحة أنه ما كيبخلش على جميع اللي كيقصد له المندوبية. كان شي مرات كنمشي عنده حتى في ليلا 10 الليل 11 الليل كنلقى مازال خدام مع الجمعيات، ما كيعياش، حنا كنضرب شويه بالدارجة، ما كيعياش يعني كيخدم بكل مصداقية. ونتمنى له التوفيق، نتمنى له النجاح في المسيرة ديالو، وانا راه جد متيقن على انه ناجح وغادي ينجح في المهمه ديالو، لانه راكم مجموعه من الاعمال وراكم مجموعه من خلال يعني انتقالهم مجموعه من المندوبيات من مجموعه من المراكز على الصعيد الوطني، واستفد بزاف على الصعيد يعني على مستوى يعني العمل الجمعوي العمل الخيري. نتمنى له التوفيق، وكنتمنى ان المندوب اللي غادي يجي يحذو الحذو ديالو ويكون عندنا خير وخلاف لخير سلف. وكنتمنى لجميع المناديب اللي كاينين اللي كيترأسوا المصالح الخارجيه اللي كاينين في الدريوش انه يحدوا الحدو ديال هذا الشخص هذا الموظف النزيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيه بدايه لموقع دريوش توضاي على هذه الاستضافه الطيبه باش نتكلموا على واحد الشخص
عزيز علينا، يعني عاشرناه لمدة طويلة، وهو السي فريد الخيار مندوب التعاون الوطني بإقليم الدريوش. هذا الشخص هذا جا له انتقال لمدينة توريرت، صراحة ما سخيناش بالكفاءة ديالو والعطاء ديالو بالتواجد الميداني الدائم مع جمعيات المجتمع المدني ومع مختلف الأطراف، يعني من أجل النهوض بالمشاريع التنموية والاجتماعية، ومن أجل الدفع بعجلة التنمية بهذا الإقليم هذا، يعني الفتي المحروم من شتى يعني الوسائل ومن شتى البرامج الاجتماعية. صراحة شخص قدم الكثير، يعني وبفضله استطعنا يعني التعرف على مجموعة من البرامج ومجموعة من الأنشطة، واشتغلنا معه بزاف ما سخيناش به صراحة. لو كان يزيد مازال عاد يعني في شعبته الكثير، يعني تولفناه، وكاين مشاريع باقي غادية في يعني كاين مستقبلية واللي في طور الإنجاز صراحة. نتمنى إن شاء الله يكون شي واحد آخر اللي غيجي بلاصتو أحسن منه ولا في المستوى ديالو. وتحية للجميع، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الخلوفي، رئيس جمعية بسمة للتنمية والبيئة. بخصوص مندوب السي فريد، زعما بصراحة يعني غادي نفتقدوه بزاف، لأنه كان واحد السيد زعما خادوم بالنسبة للجمعيات، يعني ساعدنا بزاف وعاوننا وجلبنا بزاف نتاع المشاريع، خصوصا جمعيتنا على حنا استفدت من مشروع نتاع أطفال ضحايا العنف اللي بشراكة مع جمعية مع وزارة الأسرة والتضامن. والسي فريد طبعوا الانسان خادوم، انسان خادوم، وفوقاش ما احتاجناه الحمد لله كان كيوقف معنا، ويعني داير مع الجمعيات الحمد لله. ونتمنوا له ان شاء الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين. اما السي فريد المندوب التعاون الوطني بمدينه الدريوش، وانسان صراحه انسان طيب، وعطى الاقليم، جاب لنا مشاريع الاقليم مدينه الدريوش. وصراحه احنا كفاعلين جمعويين ديال المدينه غادي نفقدوا هذا السيد في الاقليم بخساره، بان صراحه يعني كنتمنوا السي فريد، كنتمنوا احنا السي فريد يبقى لنا هنا في الاقليم ديال الدريوش، جبنا مشاريع على الصعيد الاقليمي. وصراحه السي فريد رجل طيب وانسان في المستوى، وكيقدم كيجيب لنا المشاريع للمدينه ديال الدريوش، وكنشكره بزاف السي فريد التعاون الوطني.